إذن عن تطورات المشهد في فلسطين في ظل استمرار مجازر الاحتلال وحصارها لشمال غزة في مقابل صمود أسطوري للمقاومة، وذلك من خلال عمليات موجعة تصيب الاحتلال وتتمدد على كامل تراب فلسطين المحتلة. ينضم إلينا عبر سكايب من طول كرم الصحفي الفلسطيني معين شديد. أستاذ معين، مرحبا بكم. يعني المقاومة الشعبية الفلسطينية تتمدد على كامل تراب فلسطين المحتلة، كيف يمكن قراءة اليوم في مدينة الخضيرة تحديدا؟ تحياتي أستاذ محمد. يعني حقاً هذا كان متوقعاً في ظل استمرار جرائم الاحتلال والمجازر التي ترتكب سواء في قطاع غزة أو حتى في محافظات الضفة الغربية، حيث تحدث إليك هذا الأوان هناك مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل لحظات بمدينة نابلس، عندما استهدفت قوة إسرائيلية خاصة من المستعربين سيارة مدنية على متنها 4 من المقاومين الفلسطينيين، ارتقوا برصاص هذه القوات الخاصة التي اقتحمت المدينة بزي مدني وبواسطة سيارات مدنية فلسطينية تحمل لوحات تسجيل فلسطينية مزورة. فبالتالي هذا متوقع، وكان هناك دعوات أيضا من قيادة المقاومة في القطاع بالنهوض بالعمل المقاوم بحق قوات الاحتلال الإسرائيلي ردا على هذه المجازر وعلى الاعتداءات، سواء كما ذكرت في قطاع غزة حيث المجازر التي ترتكب منذ ساعات الصباح، عشرات المجازر، ومنذ الأيام الثلاثة الماضية هناك مئات الشهداء وألاف الجرحى جراء قصف قوات الاحتلال، سواء القصف الجوي أو البري لعدة مناطق في قطاع غزة ومحاصرة العديد من المناطق في هذا القطاع خاصة في ذكرى 7 أكتوبر، وفي محاولة إسرائيلية يائسة كانت من أجل عدم تمكين الفلسطينيين من الفرح والتعبير عن سرورهم بهذا الإنجاز الذي حققته المقاومة الفلسطينية من خلال معركة طوفان الأقصى التي بدأت في 7 أكتوبر من العام الماضي. فبالتالي يعني ما جرى في الخضيرة وما جرى قبل ذلك في تل أبيب وأيضا في القدس المحتلة، هذا الدليل على أن الشعب الفلسطيني سيقاوم ويقاوم الاحتلال اللي ردا على هذه الممارسات الاحتلالية اليومية بحق أبناء شعبنا. أستاذ معين، هناك تصريح للصحة في قطاع غزة يؤكد أن الاحتلال يطالب 3 مستشفيات في شمال قطاع غزة بالإخلاء، ولكن في هذا الصدد يعني لماذا هذا الضغط الشديد على شمال قطاع غزة من جديد من قبل الاحتلال الصهيوني؟ يعني بداية المستشفيات مستهدفة في معركة طوفان الأقصى وحتى في الاجتياحات التي تقوم بها قوات الاحتلال لمدن الضفة الغربية في قطاع غزة. يعني وزارة الصحة حذرت من أن المستشفيات ستكون عاجزة تماما، ما تبقى من هذه المستشفيات، والحديث عن 3 مستشفيات لا تكفي، عدد قليل من الأسرة مقابل مئات الجرحى يوميا بفعل غارات وقصف الاحتلال الإسرائيلي. فبالتالي هذا مخطط احتلالي من أجل تشكيل حالة ضغط شعبي أكثر على المقاومة، ومن أجل أيضا إيقاع أكبر الخسائر في الأرواح في صفوف أبناء شعبنا هناك في قطاع غزة. بالتالي نتحدث عن نقص أصلا بالإمدادات، عن نقص بالأكسجين، عن نقص بالوقود اللازم لتشغيل المولدات. كما هو معلوم أخي محمد، قطاع غزة بلا كهرباء ويعتمد في بعض الأحيان على الطاقة الشمسية. أنت يسرت الأمور ومن يملك مولدات والمستشفيات، يعني كباقي المؤسسات في قطاع غزة أو ما تبقى من هذه المؤسسات تعتمد على مولدات كهربائية محلية من أجل تشغيلها. فبالتالي هي التركيز على شمال قطاع غزة هي البداية للحرب البرية التي أعلنها نتنياهو كانت في شمال قطاع غزة. وكثيرا ما ادعى نتنياهو وقادة جيشه من أنهم تمكنوا من سحق المقاومة ومن تفكيك مقدرات المقاومة في شمال قطاع غزة، ولكن الأحداث وأيضا العمليات النوعية أكدت أن هذا غير دقيق وغير صحيح. فالعمليات مستمرة، وكما شاهدنا بالأمس الأول أو بإطلاق صواريخ من المنطقة الشمالية التي تحتلها حقيقة قوات الاحتلال وتقوم فيها، انطلقت الصواريخ باتجاه
قلب إسرائيل وتحديدا في العاصمة الإدارية والسياسية لدولة الاحتلال تل أبيب ومنطقة تل أبيب الكبرى. أستاذ معين، مجموعة الأزمات الدولية أكدت في بيان لها أن الاحتلال الإسرائيلي يغرق في أزمة وجودية بعد عام من حرب الإبادة التي يمارسها على قطاع غزة طبعا بشكل مستمر. هل هناك استراتيجية معينة لحكومة الاحتلال بعد هذه الإخفاقات الكبيرة؟ يعني حتى اللحظة رغم هذه البيانات التي تصدر هنا وهناك، دولة الاحتلال تعاني الكثير، ولكن هناك على يعني مخطط تقوم به قوات أو حكومة الاحتلال الإسرائيلي من أجل توسيع المعركة في المنطقة لتشمل غالبية دول الشرق الأوسط تحديدا المحيطة بدولة الاحتلال الإسرائيلي. بالتالي نتنياهو يدعي دائما أن الحرب التي تخوضها بين قوسين التي تخوضها ضد الشعب الفلسطيني هي حرب الوجود لدولة الاحتلال الإسرائيلي. فبالتالي يعني الدولة هذه متخبطة لا تدري ماذا تفعل، هي فقط تقوم بعمليات القتل والتدمير كما حدث في غزة، يحدث في الضفة الغربية، يحدث في لبنان، وأيضا حتى الطائرات التي توجهت وقصفت العديد من المناطق في اليمن هي فقط تدمير للبنية التحتية. فبالتالي الحرب الوجودية هذه يدعيها نتنياهو ويواصل هذه المعركة، معركة الإبادة والتدمير بحق أبناء شعبنا تحت هذا العنوان، وهذا يعني كل ذلك يهدف بالنهاية إلى إحداث تغيرات جيوسياسية في المنطقة والعمل على توسيع كما ذكرت المعركة والحرب بجر الولايات المتحدة بالنهاية إلى هذه الحرب، وتحديدا فيما يتعلق بإيران وملف إيران التي كما هو معلوم قامت في الآونة الأخيرة بقصف الاحتلال، دولة الاحتلال، بالمئات من الصواريخ. طيب أستاذ معين، تعتقد أن بايدن مستعد يعني للانجرار خلف أحلام نتنياهو الذي يريد بدوره أن يحرق المنطقة، خاصة أن هناك انتخابات رئاسية ستجرى في 7 نوفمبر في حال مجيء كاميلا هاريس وهي يعني الحزب الديمقراطي، أو مجيء دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة؟ هل سيتغير شيء على قطاع غزة وعلى أرض الواقع أستاذ معين؟ يعني في هذه اللحظات أستاذ محمد، نتنياهو وبايدن يجريان محادثات هاتفية. نعم. وقبل نشر مكتب رئيس وزراء دولة الاحتلال صورة لنتنياهو ومحاطا بمجموعة من مستشاريه وقادة جيشه وهم يستمعون إلى هذه المكالمة الجارية حتى هذه اللحظة بانتظار الدقائق القادمة لمعرفة ما ستؤول إليه هذه المحادثات الهاتفية. دولة الاحتلال أو الولايات المتحدة الأمريكية مصرة على دعمها اللامحدود لدولة الاحتلال الإسرائيلي. بايدن بين نارين حقيقة، نار دعم دولة الاحتلال الإسرائيلي ونار أيضا الانتخابات الأمريكية. إن قصر بدعم دولة الاحتلال الإسرائيلي سيؤثر عليه في الانتخابات وتحديدا من اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الذي ربما قد يدعو عمليا إلى مقاطعة الحزب الديمقراطي وبالتالي فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب. لا أعتقد أن هناك تغييرا كبيرا، ربما نتنياهو يعني منذ اللحظة الأولى كان يعمل على تمديد فترة الحرب حتى 5 نوفمبر القادم موعد الانتخابات الأمريكية، فبالتالي هو معني بالوصول إلى هذه اللحظة، هو يقوم بابتزاز الإدارات الأمريكية المتعاقبة وتحديدا إدارة ترامب وإدارة بايدن، ويحاول أن يستجدي أيضا الحزب الجمهوري لدعم دولة الاحتلال أكثر وأكثر في حربها ضد إيران تحديدا، هذا هو المهم، وضد حزب الله في جنوب لبنان. ويعتقد نتنياهو أنه بإمكانه إن فاز ترامب أن يحقق ما يريد، خاصة أن ترامب يتساوق مع العديد من الرؤية الإسرائيلية والرؤى الإسرائيلية فيما يتعلق بالمنطقة، وكما أعلن سابقا إقامة شرق أوسط جديد. أستاذ معين، بعد عام وأكثر من الحرب والإبادة على سكان قطاع غزة وأيضا ثبات وصمود المقاومة تجاه هذه الهجمة الشرسة الوحشية من قبل الاحتلال، هناك يعني الحديث يتجدد عن اليوم التالي للحرب، هل ترى أن نبرة الحديث
عن اليوم التالي للحرب كما كانت في بدايتها؟ حتى اللحظة التي يزال الحديث، هناك حديث عن اليوم التالي للحرب رغم انتهاء الحرب، ولكن يعني كل المؤشرات تشير إلى أن أي مشاريع لليوم التالي للحرب بأيد ومخططات إسرائيلية لن تمر ولن تنجح، سواء من قبل المقاومة في قطاع غزة التي سترفض مثل هذه المقترحات والمشاريع، خاصة فيما يتعلق بإقامة إدارة مدنية تابعة للاحتلال، أو حتى من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله التي أكدت رفضها أيضا وأكدت على الوحدة الجغرافية ما بين الضفة وغزة. فبالتالي هذه المخططات الاحتلالية لن تنجح تحت أي شكل وتحت أي مسمى. يعني حتى حركة حماس أعلنت أن أي أمر سيتم بحثه في اليوم التالي للحرب سيكون وفق رؤية فلسطينية، وفق توافق فلسطيني، بمعنى أن الفلسطينيين هناك إصرار من قبلهم من كافة مشاربهم السياسية وحتى الفكرية بإيجاد جسم، يعني جسم فلسطيني قادر على التعاطي مع ما يجري في قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، وأن هناك رفض تام لكافة الأجسام المشبوهة والتي يعني ستعارض إقامة سلطة وطنية فلسطينية في قطاع غزة بعد هذا اليوم ويوم انتهاء الحرب. فبالتالي أؤكد أن هذه المشاريع ستفشل، وأن مخططات الاحتلال ودولة الاحتلال لن تجد أي شريك فلسطيني سيتعاون معها في إقامة سلطة في اليوم التالي للحرب على قطاع غزة. أستاذ معين، السيد مصطفى البرغوثي قال إن إسرائيل فشلت في تحقيق أي من أهدافها، من أهداف حرب بالإبادة التي تشنها على قطاع غزة. ولكن لننتقل إلى الشأن العربي، هل تعي الدول العربية وليست الشعوب، الحكام العرب، موقف المقاومة المتمثل بدفاعه أو بدفاعها الشرعي عن أرضها المحتلة، هل يعون ذلك بعد عام وأكثر من الحرب على قطاع غزة؟ من ملاحظتنا لما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي وحكومة نتنياهو، الأمر لن يقتصر على الضفة وغزة، لن يقتصر على حزب الله، الأمور ستتوسع، وهناك أطماع إسرائيلية في الكثير من البلدان العربية وتحديدا لبنان، سوريا، وحتى العراق، وحتى يعني دول الخليج، سواء بدخول إلى هذه الدول أو من خلال التطبيع الذي يعني ترغب به دولة الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي طبعا. يعني بالأمس القريب شاهدنا كيف غلاة المستوطنين يقومون بتعليم أبنائهم، شاهدنا مستوطن وهو يحمل طفل له وبيده قصة تتحدث عن أن لبنان هي جزء من الدولة العبرية. هذه ثقافتهم التوسعية، وما يجري الآن يعني هو تأكيد على المخططات الاحتلالية الواسعة في المنطقة من أجل السيطرة على كل مناحي الحياة وعلى الأرض، وتسير الأمور كما تريد دولة الاحتلال باتجاه إقامة شرق أوسط جديدة. الكل يتذكر الخارطة التي عرضها نتنياهو أمام اليوم المتحدة والتي أشارت إلى العديد من الدول العربية. للأسف الدول العربية وخاصة قادة هذه الدول حتى اللحظة لم يدركوا مخاطر هذا المشروع الصهيوني المتوسعي في المنطقة. هم يؤكدون على حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمة القدس وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ولكن حقيقة حتى اللحظة يعني هذه هي مجرد أقوال على الورق وتصريحات عبر وسائل الإعلام. بالتالي هناك مخططات إسرائيلية توسعية والأطماع الإسرائيلية واسعة جدا، ليس في منطقتنا منطقة الشرق الأوسط وربما كل العالم العربي بسيطر عليه بشكل أو بآخر. عبر سكايب من طول كرم الصحفي الفلسطيني معين شديد، شكرا جزيلا لكم.